اليوم بهذا الوضع لفت فلفه من قاضيين النعمات. ما حدا يقول لك طبخ، ما حدا يقول لك شاب معمول، ما حدا يقول لك كل ايده هذا نسيناه، اللحمه نسيناها، الدجاج نسيناه، لك الحمص والفول نسيناه، الحمص والفول، الفلافل هي اكله الفقير نسيناها. كيف عايشين؟ بركه الله بس عايشين. ماني عم بأمن إلا أكثر شيء ضروري ضروري، وكثير أشياء ماني عم بقدر جيبها. يعني بدك تحس شوي بالعيد، بده يكون عندك شوية أمل تفرح ابنك شوي. شو ما حكيت عليه؟